القوريات أو الخوريات التركمانية نظم شعري قديم جدا، ويعتبر الجذر الحقيقي لأدبهم الشفاهي، رباعي موزون ومقفى، إذ أن ثلاثة من أشطره الأربعة تنتهي بنفس الكلمة أو لفظ ما يقاربها ويسمى الجناس. ولكي نساعدكم على تصور هذا اللون الأدبي، يمكننا تشبيهه بالأبوذية الشائعة في جنوبي العراق. وغالباً ما تكون القوريات الفلكلورية مجهولة الكاتب، ولكن الأجيال المتعاقبة توارثتها شفهياً، وتحتوي تعابير مجازية وتلميحات فكرية ومحاسن لفظية وتشبيهات صورية وبلاغات لفظية. خويرات رباعية يتكون من أربع أسطر، سطر يكمل السطر. دائماً مثلاً جولانار يعني زهرة داخل شو اسمه حديقة، فموضوع لازم ما يخرج عن الحديقة. حقيقة هي التراث، تراث وامتدادها بعيد، يعني لو ناخذ جانب الفني، جانب الغنائي، جانب الكادر، يحملون أصوات وإمكانيات ضمن الشعر بإدائهم الجميل وصوتهم الجميل. أما عن مصطلح القوريات أو الخويرات فهناك آراء مختلفة، بعضها يستند على معلومات شفوية، والبعض الآخر على روايات تاريخية ووثائق لكبار الكتاب والأدباء التركمان. بعض يقول هذا تسمية جاي من محلة من محلات كركوك، قورية، قورية بازارة، سوق قورية، بعدين متطورين صاير قوريات. أكو من الناس من يلفظ خوريات، لا، في الحقيقة المكتوبة الموروثة عندنا خويرات. هذا أستاذ العلامة عطاء ترز باشا، خويرات هو الاصطلاح الدال على معنى هالرباعية المشتهرة في الشعب التركماني. جنده بی قرار دستان آلوده اوی نزخم.